طيب نروح مرة تانية لزميلنا كريم أحمد ونشوف لقاء مع محمود الزنفالي حارس مرمى النادي الأهلي. بنجدد تحية لكل جمهورنا وكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. زي ما بنقول الفوز مهم جدا الحقيقة، الرغبة الكبيرة والإصرار اللي عند لعيبة النادي الأهلي والتحضير الجيد جدا أسعدنا وأسعد كل جمهور النادي الأهلي. على هامش الفوز النهاردة الحقيقة متواجد معانا حارس مرمى النادي الأهلي محمود الزنفلي ومعاه طبعا بناته اللي هنتعرف عليهم في الأول وهنهنيهم برجلهم الأول. أنا عايز أعرف عليك الأول، اسمك إيه؟ جنى. هنقول مبروك للنادي الأهلي النهاردة، عملت أنا شايفك بتشجعي في المدرج بشكل جامد قوي. قول لي عملت إيه في المدرج؟ قعدت أشجع. تحبي تقولي إيه للعيبة؟ ألف مبروك. اسمك إيه؟ دايب. عايزة تقولي إيه للعيبة النهاردة والنادي الأهلي على الفوز؟ ألف مبروك. زنفولي ببارك لك النهارده الحقيقه، بنشوفكم في التدريبات المجهود الكبير اللي بيبذل والتحضير الكبير من الجهاز الفني ومن اللعيبه، عندنا هدف هي الحصول البطوله عشان اسعاد كل الجماهير. الاول عايز اكلمك على الجمهور، ما شفت 50,000 مشجع في استاد القاهره، انا عارف ان زنفولي اهلاوي اهلاوي اهلاوي، مثل لك ايه لان الحاجات دي اكيد بتفرق معاك بشكل كبير. لا لا، الاول انا ببارك للعيبه ومجلس الاداره ولجمهور الاهلي الكبير. لا الجمهور حاجة تفرح ما شاء الله، حاجة كبيرة، دايما الجمهور في ظهر اللعيبة في ظهر النادي. بصراحة وجود الجمهور بيدي دفع للعيبة كبيرة يعني، وان شاء الله نقدر اللعيبة تفرحهم ونفرحهم ان شاء الله وناخد البطولة بإذن الله. علاقة طيبة ورائعة جدا بين الزنفولي والشناوي وحمزة ومخلوف، كل الحقيقة الأسماء اللي أنا اتكلمت فيها سر النجاح العلاقة الطيبة جدا. مين يكون موجود مش مهم، اللي يكون موجود هو النادي الأهلي يكون في المقدمة. طبعا طبعا، كلنا يعني كلنا بنساعد بعض وكلنا بنقف جنب بعض. الكابتن الشناوي حارس مصر الأول، ومصطفى شوبير ما شاء الله عليه، بهنيه على الأداء اللي هو ماشي بيه ما شاء الله وإن شاء الله يكمل على كده، وحمزة ومخلوف اخواته الصغيرين ربنا يكرمهم ان شاء الله، اتمنى لهم التوفيق، وده كله بيصب لمصلحه النادي الاهلي في الاول والاخر، وان شاء الله نحقق البطوله ونفرح الجمهور ان شاء الله. شوبير النهارده والضغط الكبير، انت عارف حراسه المرمى بتبقى تحت ضغط وتحديدا مع جمهور النادي الاهلي بتتطلب منك تركيز كبير جدا، شفت النهارده شوبير ازاي في ادائه النهارده لان اداؤه كان مميز جدا. لا طبعا شوبير حارس من الحراس الكبيره، وطبعا في الماتشات الحاسمه والصعود كده، الصعود للنهائي دايما الحارس لازم يركز طول ال 90 دقيقه مع صفاره الحكم، وربنا يكرمه في اللي جاي ان شاء الله، وموفق دايما ان شاء الله. حبيبي ربنا يخليك حبيبي. بنشكر اكيد من جديد الزنفولي على طبعا على هذه التصريحات، وبناته طبعا كان متواجد كعاده لدعم للنادي الاهلي، هي دي الروح الكبيره اللي بنتكلم عليها. اللي مش متواجد طبعا عارفين ان الزنفولي مش مقيد، هو عمر كمال، لكن وجوده دي بتدي رساله كبيره جدا ان الكل لابد يكون مع بعض في هذه التوقيتات المهمه جدا اللي بتفرق الحقيقه مع كل جمهور النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله يستمر النادي الاهلي في تركيزه الكبير جدا، وزي ما بنقول لسه عندنا مباريات في بطوله الدوري العام، ونبدا نحضر بعد كده لنهائي دوري ابطال افريقيا. زي ما قلنا من الواضح الترجي هو اللي هيكون متواجد كطرف مع النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله القادم أفضل لكل نجوم النادي الأهلي.